إثما الزوار المتابعين موقع ريفت توداي، نذور دراكم نهار بيجن حلقة جديدة من برنامج تاغي ميت. قال الحلقة هي ندورد باش نسيور كيج الموضوع يشغل الرأي العام قيث مدينة الحسيمة نيغي الإقليمة من يكمر، خصوصا قرموي عاود خليت ساكنة من الإقليم لحقاش يتعلق سجن نشاط مهم للاقتصاد المنطقة وهو السد البحري. القطاع عوانيتي إذا ضيف شي مشكل مؤخرا وهو المشكل النيغرو، وخاص نهارا نسيد نسيور نستضفدك إذا نغيش الأستاذ، أنت ناشط في جمعية بيئية أزير، أستاذ العلوم الطبيعية. هذا نغيسيو شوية في المشكلة ذا النيغرو، مين يعنى مين تعنى الحلول اللي ممكن تميزها غاية توحل المشكلة عوانيتي. نستضفدك إذا نهارا الأستاذ سي محمد أندلوسي، مرحبا بك. شكرا لك سي عمي. سي محمد، زعما هذا خصك تيجن الصوره موجزه خنيكرو مين يعنى. اولا بعدا نتشكر الموقع ريفت توداي وبالاخص شك سي عمي، استفضل على الحلقه اللي تيك جات تعالج الموضوع مهم بزاف يشغل الراي المحلي مغلق. غير جبت شي حوايج جابوا الاستاذ العلوم، الاستاذ اللغه الاسبانيه. اللغه الاسبانيه معليش معليش، ولكن انا طبيعه العمل هي نوك الجمعيات هي خرب بازار اشتغلوا في الميدان بامي اسمكم فعلا لان خسر يبنى من الميدان وده سجل يعني حكايه السينكوش. بالنسبه للاسم من قرشيد النيغرو هو ديجا صنف الدنفير ديال المنطقه النوغاليتي، ثلاثه الانواع الدنفر، الدنفير الاكبر اللي هو وليتي، الدنفير العادي ديجا الدنفير شويه مرواسي، زيد دير نوع الدرفير قصد الدرفير الاصغر ذاك كحت اللي تيري كي تيري الاكثريه على البحر. فنظرتين الفصائل انواع الدرفير ديال المنطقه ديالتي، غير الميقا النيغرو لو كرون دوفا هو تيجي جاني يبغى بزاف قاعد نقرا كي الحجم الناس يتقرب بزاف غير بعد يعني تقرب بزاف تابيت كي فندو حتى 5-6 متر من فندو تابيت بالمقارنه كي نظن العادي ضمن الزير تابيت حتى الفقار بحال بزاف. الحيوان والتي معروف الذكاء انس حيوان ذكي بزاف بزاف، يبدا يمكن زران شخصيا مزال من بعض الافلام ولا بعض الوثائقيين تقلب على الالعاب كيل بعض المسابح سلمها الناس اللي سلطار هذه قاعد يحل بعض الالغاز السلفه هو بالضبط رغم الذكاء الانسي حيوان ذكي بزاف. شفت في كاوجا مزال من معروف بيريكولا خلاص خلاص فليبر خلي شي راجل في جبل قرا شي نوع عند الدرفير فليبر يعني سنينو وسن مكسوا يعني فليبر كا قلنا عاوني روح الحيوان وانت يعني ذكي ما عرفش الذكاء بيان سور. ثانيا يعني يتقرب بزاف غا غير متلج النوع عند زيد دنافير زيد دنافير يعني باش نفوز يعني سي محمد مين على السبب الانتشار ينسلق قال الحسيمه ولا بزاف تقسم لا غير غادي الحسيمه وها نسل نعم وقت ما لانه الموقع الازمان بدا نسوى الحيوان الوالدي الازمان وقع في الحزيمه كل شيء الحيوان الوالدي قدرت تجرب جربها تجد الفيل العكس يعني الماضي راه تجد الفيل راه تجد كتا زيرو خا بحريا يقدم لك عاود غير تفوز الوالد الموي تما تصادف الدنفيل العدد ديالك راه كتا زيرو خا العكس حاليا غانغ الازمه قد الفيل الوالدي هي كينقص بيان سور ينقص وخاش ندير بزاف من الدراسات ايش نهار تمر غير تجي يعني قبل الى جا عدد الدنافر كتا زيرو ولكن خاف مريت المشاكل اللي غادي تروح لا لانه هذا هو خاص نعد روح خاص نعد روح ما غادي تكون المشكله والدي يدك المشكله والدي لانه ما عرفتش شنو غادي تما كي الثقافه الشعبيه الوحش برميد تقارب بنادم تتريك الجوع يعني اي وحش بلادي قارب بنادم تقارب تتريك الازمه يعني السؤال المطروح والحقيقة الأمر أنه ربحة وقصت تجيب وزرنا نسمى حي قضاء ربحة القضاء يعني وانت ليش المؤشر الأزمة اللي ربحة ومدرها شو مدرها ومي بذيت هجم الغبنان لأن الحيوان مني يوفى الماكلة يعني 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 متوفرة في الوسط الطبيعي من مين غادي يسري غامة هذه هجم هجم غبنان لأن هجم غبنان قلت شيء هجم الغاص لأنه أولا بتبيت خاطر في حياتي نس وثانيا تما يعني رشا قيت الدبدانس يعني تخدم الكشي مفعول غام قران وثالثا يعني الكم الماكله غيش طم زياد بالتالي يعني الحقيقه الامر انه بالطبيعه اللي ربحها خوى اوكس والسرمان هاد اليوكس والسرم يتراجع الانسان حتى دياس هاتي جمع صرا الشاينس هاتي جمع اخسيجن
الظاهره اذا كنت تعيش تخليك الظاهره الغابيوطات كيف مريض اللهم ما تعيش كيف مريض ومن كنت مريض ديك لانه غير مويه ما خسر عيش غير وترمان ربيتو وترمان الحيوانات انتقل يتغرب لها نفس تما المؤشرات الطبيعيه تما يعني ممكن تزكي بزاف المظاهر. سي محمد من هنا المشاكل الاخرى ضمن الاثار تما ينتجن الظاهره ديال النيغرو تما يتقرب روخا ماركي بالصايد نعم المشاكل اللي سميتك المشكل اللي كانه تما يعني مرمي يتراجع حتى يعني تحت جقل yeah. تتجمع لي سلمان تبتريات اللي غراوي يبدا يجمع الرشا تلقى اميج الشكل تخانشيت يتغوص لي سينس يتدم داكس ترسنت مالكسي ايمون اميج ميكا العماتي سلمان تتغوص يتدم داكس بدا احمد داكسي سلمان ملي بيتي غارس اولا تما اغرس رشا تفوني سلمان يعني yeah. غربونا دي سلمان رشا طرح ناسي سلمان وثانيا قصص رشا ملي تخرج الرشا يعني باش 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 يشرب الفرن يمكن تفرشي هذا يحتاج بزاف خدامين هذا يحتاج بزاف تما كنعاشي تما هذا القدر الرشا ملي ترش ملي تخيط يعني تغيما تكون مومش يعني تو تغيما باش يكون حلاكس هذا سبحان بالتالي تسمى الضرر قد يعيش تسمى اي ثور الشيء انه تخرج الرشا تضيع عاصم راح الناس اللي سلمان تقول تسمى يعني توقع تسمى الازمه هو المشكل واجي جانا انه غروبا كان انتقل السانيتي تسمى راح المخ النظام غير الدور غير حاجه سيرش انجين انه يظهر ذاك الحسيمه ماشي قدواني تسمى اقل المتوسط يكمل اقل المتوسط يكمل اقل جميع المناطق غير انه ذا يعني يهجم في الغرب بس يشكل اكثر يعني وانت الحقيقه خسر غير مش هذا غير مش الف هذا غير شيء يعني شنو التفسير ما بالضبط ما بالضبط يعني هذا الشيء غامض بالنسبه للشيء تسمى كجمعيه تتحمل حمل البيئه انا غنعطي التفاسير التفسير الاول والحقيقه مطاط يعني علاقه غاس العلاقه جالس التفسير الاول انه اسلمان ولو المنطقه هذه انك ما تنسين الشكل انه عرين قضخص وقيم شيء وبالتالي تسمى الحيوانات يور يتراجع حتى الانسان هذيك ما بعد تسمى يجب من هذا وثانيا ذكاء الحيوان والدي يعني فين تيجي الطريقه هو ضغط شي نجم خصنا يتعيش العائله توقف يعني شي العائله ذات توضغ الطريقه اثنين النوع عندنا فيل تعيش غاس تيريتوار غاس المساحه ما تعيش يجي المنطقه المعينه تعيش داش تعيش ديك عائلات والعائلات دائما تزعم تجي الانثى تنقرض علي غاس نفس كاركتر ما تما من الفيله دائما القائد ديريجن تكتب التقرير مغمغه تدي يسيتو مكان ميغايكمان مكان تسمى العمو العنف ميغايكان الاصناف ميغايكمان يعني تدي بيجمع معرفه يا ثريتي والله ابو هيك من يجي الحيوان الذكي اللي غير المد يعني هنا هنا مزيان يرمز هنا مقرا يعني الورقه تنتقل المعرفه انا يعني العائله تجي دول التي جنباضيه سيدي حسين اللي جمع جا توقع المشكله يعني كثره يعني العائله رمزنت تسمى اكي المعرفه يا ثاني تسمى رمزنت الولد تما تنتقل تنزل الجيل غير الجيل المضاد الاثنين الحوايج الاول اولا الازمه الصيد من غيش وثاني الذكاء سيدي جاني الريث ادياسو طرق يعني مزيان عايش بديل اسم مزيان عايش لا جوني مثال رمزي مثلا يوذا كالايريس كالايريس غادي نهضر نسافر ماشي مشكله خاص مشكله اقل بورتو فانيتي بزاف الو هنايا يعني تيشاكي فما انه العائلات اللي تفوت المنطقه يا ثانيتي العائلات تسمى رمذنت وتما واستعدت المعرفه غالاجر سي محمد الديني جن بعض الانباء اواريت جاري فندينت باللي يمكن نيغرويا وين زيد نيغجي نيغرو نجباري ويد نيغرو نروحها باش هذيك كمبر فندينتا كي وضن كي المشاكل الازمه مكتوره هذه اللي امكانيه المنايا فعلا تسمى ورنت جس بزاف لان مش اول مره بفعل ما يخدم غير الميدان وانيتي بزاف دوري سجل بلا خضر قندنتي وشان شي الوقت سجل بلا نظر قندنتي يخفر ونروحها ردي ونخر عافيك روح الصوره الترفيه منايا والصحه وبالتالي غير باش تفكر قد البرنامج ديالنا وانتي يعني الامكانيات الماديه المعرفه يعني ما تصور يعني يعني البعد تكلفه سميتها يعني يعني ماشي صحيح يعني لا ما يعني تعبر خير تفسير يعني بسيط الاشياء ماشي علمي ماشي منطقي ماشي منطقي ويعني مش بعد بزاف يعني واخا يعني سي محمد من عنا الحلول الرخي تواريد اش ممكن يعني تحل المشكله النيغرو طبعا المراعاه
من يتجن يعني بيئي وتضرشي يعني وشتشي في الاتفاقية تمني الدولية يقيت حفاظ انك الأحياء البحرية يوقع المغرب المهم يقيت ضرشي الطبيعة بصفة عامة ومن تعني الحلول اللي توريتش فعلا لأنه وصل المشاهدين الكرام بالسلم أنه الحيوان والدي أنواع النبض النافر يعني محميين بمعادلة دولية معروفة إيش معادلة معروفة خاصة أكوبامس والمغرب من بين السباقين الحقيقة السباقين تسمى يعني للدفاع خل المؤسسات هذه خل الاتفاقية هذه ويعني والغريب أنه العام المغرب يعني يترأس اللجنة هذه للحماية الحيتان البحرية يعني الفدية البحرية يعني حيوان بحري محمي اللي تخسر السن لأنه غاص الدور يخسخن تجد الطبيعة ومن محمي خسر لأنه وقت جي طريق للقراض يعني أقل مهدد بالقراض باش ندور على الفكرة لأنه جي الطبيعة أنت قليل جي جو الحلول شاكنا يعني المشكل الحقيقي مشكل خسر أكسسيون بجدية وإن يعني صلب الموضوع وهو أنه نشنين نقضى خيط المال نشنين قامين بدا نستغل الأربحة ودين أي سياسة تدبير معقلانة ودين أي احترام للقوانين وخبرنا بك التفاصيل يعني سواء زي السلطات المختصة ولا زي المهنيين ولا زي كل شيء زي كل شيء شيء تسمى يعني نستغرب واستنكر تما دائما أن وزارة السيل البحري يجي الوزارة تسمى يعني العملية صغير قل أوراق غير قل بابراس غير الإدارة ماشي قل الميدان أقار أخر قل الموضوع والنهر وثقورة جل التحرك وقل السلطة النغنية والدارك البحري والوال وغن سأل المغازع ما ماشي الملايا الموضوع الآخر الخطير مثلا قضية شنك ديني تدرو جيد الملايا القضية الصيد الأحجام الصغيرة يسلمان ميغي جاب القمة القانونية تبدأ المويير وخطة في سوباستا كروس المويير سوباستا يسلمان دون القمة القانونية لأن كرة السلم غاز القمة القانونية يسلمان دي واحد الساشلال واحد السالين واحد وكروني واحد بوخابالا واحد ميرو واحد دردي واحد كاع يسلمان كرة السلم غاز المعيار القمة القانونية يخصى غادي منزل يخصى يعني غادي تورخص البيعين سمانية ويجي شي القضية العيون طويل ندر الشيوين يترقى بحد ندر الشيوين يترقى بحد يعني الحمولة ندر الشيوين العدد ندر الشيخ سيكسي كورا غرره رينجين راحة بيولوجية القضية قاطس كذلك يعني مشكل اللي مغامو تشعيف والمشكل الخطير والخطير الحقيقة وإن يعني المخ يعني السبب مزين الحقيقة يسمى القضية هو واقع صيد بالجر جي مخالي ممنوعين جي مخالي جان وكسبوا فوندو الزر ديني جيتارو السلم يعني اللي مرة لاحظت شو مش حل المواضيع تسمى مغانط وتشعيبة وزارة السيل البحري تعمل وديني وتدبير للميدان للمجال وانتي رب بالنسبة شنين مخ مزارة يعني الميدان وانتي بالضبط السيد السردين لو السيد السردين ديني قلت عنس المشكلة المخصقة نقلون ماشي باكات ماشي بلاغريروث ماشي السيد التقليدي يعني أصحاب السيد السردين السيد السردين يعني بالنسبة لشنين يعني العدد غروة ضمقرا يتجاوز العدد النغ يتجاوز يعني يعني المخزون السمكي غروة اللي غاني غروة طاس كبير غانا ذي سرمان ثانيا اللي غروة غانا ذي مقرا مغان بزاف يعني الحجم من صدام قرن بالتالي ذي رشوين يكسين تمغان تأحجام تما خيالية فكرة غارة ويكسين رشا سيد لا مثلا بالمقارنة إسبانيا مثلا جارتنا إسبانيا السيد السردين مقنن يعني غاس الحمولة ترشا يعني الحجم غارة يعني بدون ما تبالغ غادي يعني خمسة إغاروة سردين يساوي أغاروة ذاك الحزين يعني خمسة وكرر خمسة إغاروبة السيد السردين الحجم ترى الشينس الشيء ده تويتي جغارة باش تهم المشكلة أنو المشكلة وليت تسمى العدد ترى الشيوين الكم من سن نقول نميزين نقضى خسر وسمكية نقضى خاص وبالتالي ودي نخلي يعني ودي نخلي الوقت من الراحة بيولوجية وبالنسبة لشيء الحلول إخساء يعني ملايين كذا زي قصف زابر حرق أيوة نسلق سكاروبة يسحب سيد السردين الدور نغمور يجنن زيارة وغيرة وغيرة مزيانة ترى نشرس نتك واحد القضية ندرشة إغار سيت مغاتي غارس إغار سيت النيجرو لأن تزلت ميت قل تزلت في الوجه تزلت حمد يكسي تزاق ندرشة
اسبانيا بزاف ديال السرمان، بزاف ترشحني ما بزاف ديال السرمان تما غليظه مزيان، غليظه مزيان لانه تجي ترشح في فيرميز ديال الزداد مرا ديال الزداد تما غاربوا لي شي كميه ضقرا والتاريخ المهم حتى الزداد دغيا 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 النيغرو اتباعتي الشرعية غير خصها بعض الاجراءات اللي خصها ندير بعض المهنيين ماشي مثلا من الملحظه يعني زرع بان رشح مزيان مالك ماسكه اسبانيا دوزو الكتاب في الزور ولكن الى يعني اذا تم تساوى في رشا الزور يعني يخصها يسقسي الحجم ديال رشا ما يعجبش لان الزور يمان بزاف الحجم شي يعني خصنا نفهم بان المتوسط ليش الربحه فقير اللي بحال منتوجين هيك واحد منتوجين البيولوجيه تاع مزيان يخص الصيد يسالي ليه مزيان وجاني وجاني غارو غير غارو غير غارو الصيد 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 المحيط المحيط غاسي غارو مزيان زي ما المحيط على الهرواد مزيان زينا هو مشكل ماشي 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 مهنيين شفت لهم غير المهنيين نسحب نسحب نيارو ياس اللي بحال الدولة يتجن وتيشي المعايير يكون يكون غارو غارو السالي خصها تسيري جلج الحجم السالي قيدين الوغ يعني بالنسبة للحلول الحلول انه خصها تنقسم تنقسم رشا ترم تمزوات اذقن اذقن راحة بيولوجية لانه المثال واضح ينط وبلا قدرتي الى ذا المشكل نيغرو وبهجا راح نمخنا من وقع تلقى راحه بيولوجيه غير معلنه راحه بيولوجيه غير معلنه يسمى بيان سور الرقم ديال الدقس ظهر الدقس وبدوسي الماء برا لاحظوا يعني نيغرو بحال ناقصو خصو شي شيء ماشي كان نيغرو يا وليدي نيغرو يا تما يعني 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 ماشي مساله واضحه يوفي من غيش يوفي من غيش يوفي من غيش صافي تسمع عليني توا كتمشي تقرب غير تمشي تقرب ولكن ولكن برمي غيش تنسفن عاود انا ما عاوز الطريقه نستنزف ستوك ني نقص الزمان من غير ادي ولا يعني الطبيعه فين تشد اشارات خاص خاص حافظا ماشي الطبيعه تشد 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 رسائل النيل يعني القضيه النيرو ديال الرساله ديال الرساله قراي بانه نقص الخطر بانه بحال الازمه ودي مشكل النيغرو تهديدات كنجي نصور ونقرا في النيغرو لو خاطر نقرا غاسو تغي ميقع ولكن سمعنا الدورا قسم الوالو النقاش الحقيقه انه شنين نستغل بطريقه يعني يعني نستنزف فروه السمكه الاستنزاف هو اللي تيتوي غير الازمه هو المشكل ما راه نوض ان ندخل ان تسمد المشكله واتي قد تجي الوقت وغاوتي والحل ربحه غادي عما غاسعاد الربحه ودي هو وسيري صار عاد سي محمد نشكرك بزاف كنت البيان كي الدعوه هذه المعلومات اذا خصك شي يتجان قيمه كي الصراحه الى نحتاج نحتاجي انت تنسن اذا نتي زوار الموقع المشاهدين ديري نضغط غني على الحلقه نشكركم خليتني في المتابعه لكم اشكركم ان شاء الله.